المرات ساكنة في الدوار بكي واحد سميتي عائشة أم تجار، وعندي خمسة الوليدات كيقراو في المدرسة، وجاو الناس باغيين يخرجوني بلا تا شي ورقة بلا تا شي حاجة. أنا كنطلب منهم يعطيوني السكنة، أنا ما كنحبس لا الطريق لا تا شي حاجة، عيشة الملك، وباغيين يعطوني فين نسكنو فين نستقر أنا وهاد خمسة الوليدات باش ما يضيعوش، باش يقراو يكملوا الدراسة ديالهم ما يضيعوا ما تا شي حاجة. هادشي اللي كنطلب أنايا، ما كنطلب تا شي حاجة قليلة كنبعد سميتو نطلبها. المهم هذاك الشيء اللي سميتو اللي قدي، ماشي كنطلب شي حاجه بزاف، كنطلبها السكن كيعطوني فين نسكن انا ووليداتي، انا اللي خدامه عليهم، انا اللي كنصرف عليهم، انا اللي هزاهم باهم راه مشاو خلاهم تسمح فيهم كاع ما يسول عليهم ما يقارين ولا ما قارينش، انا اللي هزاهم انا اللي كنصرف عليهم. باغيين غادي دابا باغيين الناس السكنه نسكنوا فيها، باغيين يخرجونا يلوحونا بلا حتى شي حاجه، كيصيفطونا للسيد عاد ديال الافراغ غنفرغ وخرجي فين غتمشي الله اعلم، ما قالوا السيد حيدي يعطوك فين سكني، احنا ناوضين هذا الشيء اللي كاين. شحال عندك ديال الوليدات؟ عندي خمسه ديال الوليدات سيدي. كيقراو ياك؟ اه كيقراو كلشي كيقرا. شنو اقل قسم كيقراو؟ عندي الدري الكبير كيقرا في الجامعه، والدريه الثاني عندها 16 عام كتقرا في ليسي، والدريه الثاني كتقرا في سميتو في اعدادي، والدري كيقرا في الرابع عنده 10 سنين، والدريه كتقرا في الثاني عندها 8 سنين بقى صغيره ما سميتو. عند ولادي كلشي كلشي صغار كلشي باغي يقراو، عندي فين نديهم وما عندي فين نمشي ما عندي فين يلوحوني، يعطونا السكنه وانا نايضه. هادشي اللي كاين هادشي اللي كنطلب من هاد الناس، باش ما يشردونيش ما يضيعونيش، يديروني بحال عباد الله. دابا داريني هنا بحال الحشره ماشي بحال سميتو، الناس كلشي دارين معاهم الحل، ومن غير انا بوحدي اللي بقيت، انا بوحدي باغيين يلوحونا بحال شي حشره، انا وولادي نشرد في هاد البرد والشتا، والله راه كيشوف راه عيشة الملك جلالة الملك محمد السادس الله يحفظه ويمصرو، كنطلب منه حتى هما يردوا لينا البال والمسؤولين اللي كلفوا بهذا الشيء اللي كيشوفوا هذه الحاله وهاد الوليدات، اما دابا مش حساب انا اذا بحساب هاد الوليدات اللي كيشوفوا قدامهم باش ما يضيعوش ما يكونوش بحالنا حنايا، حنا ما قارين ما فاهمين ما عارفين حتى شي حاجه بحال سميتو، ولكن هاد الوليدات بغينا نديروا جهدنا باش يقراو باش يفهموا باش يعرفوا حتى هما باش يضمنوا المستقبل ديالهم باش ما يضيعوش بحالنا حنايا، حنا راه ضايعين، حنا حسبنا راسنا ضايعين، ولكن وليداتنا ما بغاوش ما بغيناهمش يضيعوا. هادشي اللي كنتمنى من المسؤولين وكلشي اللي كيسمع لهاد رسالة. رحمة الله وبركاته، أنا من ساكنة عين حرودة عمالة المحمدية بالضبط في دوار بيكي، جاو لينا في الطريق، جاتني شركة ورا شركة لاسا، جاو لينا بأنهم يحيدونا على حساب الطريق وأنهم ما عطوناش، الناس كاينين حدانا قال لك جيتي في الطريق خاصك تحيد، وكيفاش أنك الناس ساكنين بعاد ساكنين مدة طويلة هادي يعني المحل أزيد من 20 سنة هو هنايا، وكاينين ناس آخرين حدانا عاطينهم وعندهم استفادة وعندهم كلشي، وتا حنا عندنا شهادة السكنة وعندنا لاكارت، وجميع المسؤولين كاينين اللي صايبون لنا لاكارت صايبون لنا شهادة السكنة وكلشي، وكيجيو دابا كنتفاجئوا بأنه قرار إفراغ تخرج يخرج عباد الله ست الناس للزنقة ست الناس، وأنه شوف سنين سبع سنين 10 سنين عباد الله تخرج الزنقة، كيفاش ما فهمتش أنا هادشي المسؤولين عباد الله كثر التشرد وكثر التسول، والناس كتشوف الزنقة الأحياء عامرة بالتشرد وبالتسول، عاد زيادة آلاف ديال الناس وسميتو كتخرج الزنقة، وكاين فصل 31 كيحق على كل شخص يتمتع بسكن لائق، كاين فصل في القانون كيعطي لكل شخص أنه يتمتع بسكن لائق، ماشي تشرد عباد الله بنادم تخرجوا الزنقة في الشتا والبرد، وكاينين حنا ما عايشينش كيف عايشين الناس، ما من الراحة ما بقيناش كنشوفوها،
قلنا ما كننعسوه جنين بخوف بهذا الدين بان نخرج الزرقاء خرجوا الشارع ما خلونا نقرا وما خلونا نعيشوا كيف الناس ولينا كنمشي للمدرسه ما كنركز ما كنقدرش نركز في الدرس بسبب هذا الشيء ولينا كندخل لك بحال ما داخلناش للقزم وليت كنتفكر انه صافي تخرج الشارع تشرد شنو يبان لك من بعد انك تخرج الزرقاء شنو غادي يبان لك كما نويت انك تتعاطى لشي حاجه اللي انه لا اله الا الله وصافي كنطالب المسؤولين وجلاله الملك محمد السادس الله ينصره ويشوف من حالنا وينصفنا ينصفنا في الحاله اللي حنا فيها وكاينين ناس اخرين راه بحالنا في نفس سميتو عاطينهم وعلاش حنا علاش حنا بالضبط علاش حنا لا علاش حنا جينا في الطريق حنا محابسين الطريق حنا بغينا الطريق دوز حنا بغينا نساعدو في تهيئه زناتها بغينا الشريك بغينا يدوز الطريق بغينا البلاد تطور بغينا البلاد تقدم حنا محابسين حتى شي ولكن سكننا سنين ولا اكثر من 7 سنوات وحنا ساكنين هنايا وعندنا شهاده السكنه عندنا لاكارت وكاينين مسؤولين صايبينها قايد مقدم كلشي كاين تصايبوها وصايبوها جايني قال لك تخرج بلا حتى شي حاجه بدون تعويض ساكن بدون تعويض ما يمكنش راه مستحيل عباد الله انا نخرج وقسما بربي الكعبه وقسما بالله العلي العظيم وحيدوها تندير فيها كيطون اقسم بالله لا حيدوها لا دازت شي طريق بدون انهم يعطيونا اقسم بالله العلي العظيم وكنطالب من جلاله الملك محمد السادس الله ينصره واللي مسؤول على انه توزيع السكن انه يعطي لكل واحد فينا ينصفنا ويعطينا حنا خمسه الخوت عباد الله كنقراو خمسه الخوت ما عندناش اب تخلى عني شحال هذه ماما هي اللي خدامه علينا يا اللي كتصرفي لي الخزانه ديال المسؤوليه هي اللي كلشي ودابا غيجردونا في شارع الدار شوف الدار حالف يعني بعدا ساكنين باش انهم يخرجوك منا شوف جميترو عباد الله جميترو ساكن فيها وكتقاتل معاه من زمان وصابر وكتقراو كلشي وباغي توصل وما باغيين يدمو لك كلشي خرجوك للشارع شنو غدير شنو المصير ديالك انك تخرج الزنقه شنو غتكون الحاله ديالك راه لا اله الا الله وصافي ما يقع اليوم هو نتيجة لمجموعة من النقط التي سبق أن أشرنا إليها سابقا هذه الارتجالية هي نتيجة حتمية لغياب المقاربة التشاركية لغياب رؤية سليمة يشارك فيها المجتمع المدني والنخبة السياسية اليوم هذه هي النتيجة اللي مازال غادي تتكرر أمام أعين ديالنا مرات ومرات عديدة أولا أحب أن أشير إلى أن هذه الأسرة اللي هي كتوصل اليوم بالدعوة ديال الإفراغ هذه الأسرة راها عندها شهاده ديال السكنه اللي سلمتها لها السلطات المحليه وهاد الاسره راها اسره اللي محصيه في الاحصاء ديال بانيكس وحنا كمجتمع مدني وكنخبه سياسيه سبق ان طعنا في هذا الاحصاء اللي قام به مكتب دراسات بطريقه عشوائيه هذه نقطه النقطه الثانيه هو ان لازلنا نحافظ على الامل ونلتمس من السيد العامل لنا ثقه ان هذا الرجل سوف يتدخل وسوف يجد الحل لان ما غاديش يرضى ان واحد الاسره اللي كتكون من 5-4 بنات وشاب ومن الام التي تعول هذه الاسره انهم غادي يكون المصير ديالهم هو الافراغ والمبيت في العراء سيد الامل نلتمس منك ان تتدخل لان عندنا الثقه انك سوف تجد الحل المناسب